السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. دي أخبار الزمالك، أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة، ومتشكر لكم جدا على دعمكم. الزمالك كالعادة مؤخرا يتعادل سلبيا أمام بيراميدز في الدوري ليصل للنقطة 33. فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على حساب نظيره سبورتينج بنتيجة 20-26 في إطار مباريات الدور الثاني من المجموعة الأولى بالمرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد في طريق تحديد بطل الدوري، والتي أقيمت على صالة سبورتينج بمحافظة الأسكندرية. مصدر بالزمالك: الزمالك لن يتعرض لإيقاف القيد، المبلغ المستحق يقدر ب 838 ألف جنيه مصري، وسيتم سداده دون تنفيذ لقرار إيقاف القيد. فيريرا: مباراة الأمس كانت جيدة وفيها تنافس كبير، الشوط الثاني كان أقل، الجزء الأخير من المباراة كان صعب وعملنا كنترول كويس على المباراة وأشار، لكن عندنا مشكلة كبيرة في إنهاء الهجمات، اللعيبة بتمر بمشاكل فبنحاول نعمل كل شيء عشان يرجعوا زي الموسم الماضي. التوفيق غايب عن الفريق مؤخرا، وأضاف بهني اللاعبين على الأداء لأن بيراميدز فريق جيد ويمتلك لاعبين جيدين، الفترة الماضية كان عندنا أزمة ثقة وتابع لكل، لكن اللعيبة قدمت مباراة جيدة، معظم من اللعيبة الموجودة فازوا بالدوري الموسم الماضي، فبالتالي الأزمة دي لازم تعدي، وده وارد جدا اللي بيحصل في عالم كرة القدم وأي فريق بيمر بهذه الظروف. واختتم: ليس من السهل مشاركة الصفقات الجديدة في التشكيل الأساسي للفريق فور قيدهم مباشرة، لازم جميع اللاعبين يكتسبوا الثقة في نفسهم مرة أخرى. سليمان وهدان: هناك مؤامرة ضد الزمالك والبعض يريد أن يجعل النادي يدخل في دوامة من المشاكل، فهناك عقود مسربة غير صحيحة، وأقول لهؤلاء اتقوا الله لأن من يفعل ذلك خسيس. وأضاف: جزء كبير من عقود لاعبي الزمالك التي تم تسريبها ليس عليها توقيعي، وكل العقود الصحيحة عليها توقيعي. وأوضح: الهدف من تسريب العقود ليس الإدارة، نحن لا نفعل شيء مخل للشرف أو نخشى من شيء، لكن الجمهور هو المستهدف. رئيس الزمالك بسؤاله: هل الخطر يأتي من داخل نادي الزمالك؟ لا أستطيع أن أقول ذلك، لكن أطالب بأن يلتفت كل شخص لمهامه، الجمهور جمهور ومجلس الإدارة يدير، لا نريد عشوائية. واختتم: يحاولون تشويه مجلس الإدارة وصورة مرتضى منصور لإثارة البلبلة، هي قصة هزلية، وأرجو من المخلصين من جماهير الزمالك ألا يلتفتوا لهؤلاء. اللواء أحمد سليمان: نادي الزمالك ملك لجمهوره وأعضائه ومحبيه حول العالم، لن نقف مكتوف الأيدي أمام محاولات دخوله للنفق المظلم من جديد. وأضاف: نادي الزمالك يستحق أن يدار بأبنائه ويعود كما كان وعهدناه، مؤسسة رياضية عريقة، معقل الملوك والأبطال ومقصد الرموز والأساطير قريبا. خالد الغندور: عقود لاعبي الزمالك تسرب، والناس شايفة ان هناك ارقام كبيرة، واتم طيب اتمنى اشوف عقود لاعبي الاهلي عشان نعمل مقارنات، والذي ضد التسريبات. سليمان وهدان: القرار الخاص بإيقاف القيد بسبب حق رعاية الأفريقي التونسي في سيف الدين الجزيري بيتلغي بعد السداد مباشرة، وبطمن الجمهور الموضوع إداري وبيتم تسوية الأمر ولا يقلق، وخلال أيام قليلة سننهي الأمر ولن يكون هناك إيقاف قيد. وأضاف: الأمر غير مقلق، أتمنى تحري الدقة فيما يقال، وكل واحد بيتصيد الأخطاء وترتيب الأمور بشكل مختلف كفاية قوي، والجهاز واللعيبة بشر، رسالة لأي جمهور محب للكرة. سليمان وهدان: فيريرا مدير فني موجود إلى اللحظة، ولو حد قال غير كده فهذا غير صحيح، الجهاز الفني والإداري وأمير مرتضى مستمرين في مناصبهم، ولو في تعديل هنعلن وندعو للاستقرار. وتابع: قدمنا مباراة جيدة جدا أمام بيراميدز، والحكم ظلمنا ومش هنعلق الشماعة عليه ولا نسمح بأي تفريط في حق الزمالك. واختتم: بقول للجمهور، الزمالك نادي مؤسسي، الأمور ماشية بشكل طبيعي، وقفوا وراء الفريق ودعموه. وبقول للمغردين ومصيري الفتن، كفاياكم واتقوا الله. فاروق جعفر: الفرقتين كانوا خايفين من بعض، والمدربين هم اللي وصلوا كده للاعبين كلمة إنك لازم ما تخسرش، دي مودياك لمنطقة خطر، انت ما ينفعش في المحاضرة تقول ما ينفعش اخسر دي، وتابع انت لازم تدي الدوافع، وبعيد عن الحتة الفنية انت لازم تدعم الحتة المعنوية، انت ما تعرفش توصل للجول. واضاف جعفر: الخمس دقايق الاخيرة من الشوط الثاني بيراميدز لعب بشكل كويس جدا، ابراهيم عادل مع عبد الله السعيد اللي مش مراقب شكلوا خطورة كبيرة جدا، وشدد في وقت ما ينفعش انزل اللعيبة فيه، ما ينفعش انزل اللعيبة والفرقة مضغوطة، انت ما بتدربش لعيب ومش منسجم وتلعبه، المباراة غير التدريب وغير المباريات الودية. واختتم: شكل المباراة السيء السبب فيه هما الاثنين مدربين، ومن وجهة نظري لم يستفيد الزمالك او بيراميدز من اللقاء.
فاروق جعفر النادي لازم يشوف حل في فيريرا ازاي امشيك بعدين ارجعك تاني وبعدين اسامة ازاي يبقى رقم واحد بعدين يبقى رقم اتنين وانا طلعت قلت انه مشي بعدين ورجعته ووصل العملية كلها غلط مش هنضحك على بعض انا عمري ما هضحي باللعيبة وتابع الادارة لازم تشوف لها حل المسألة كلها بقت غلط ومفيش شكل في الملعب وبسؤاله لو مكان فيريرا كنت هتطلع سيف فاروق جعفر ولا دونجا لا انا لو مكانه همشي واتم فيريرا ما بقاش عنده حاجه يقدمها للزمالك والاداره لازم تتصرف في اقرب وقت حازم امام اعتقد لو الزمالك خسر المباراه القادمه امام الترجي او ودع بطوله افريقيا من دور المجموعات هتبقى نهايه فيريرا مع الزمالك وشدد فيريرا محتاج يكسب ماتش كبير زي ماتش الترجي القادم ولو كسب الدنيا هتفتح معاه ومع الفريق واتم زي ما قلت بطوله افريقيا هي اللي هتحدد بشكل كبير مستقبل فيريرا مع الزمالك فاروق جعفر في بعض الناس بتقول سيف فاروق جعفر هيمشي وبتاع يمشي يروح فين ده النادي بتاعنا وشدد لقيت ناس بتقول هيروح بيراميدز قريب ولكن سيف فاروق مستحيل يلعب في مصر غير للزمالك مهيب عبد الهادي يوم الثلاثاء القادم بعد مباراة الترجي القادمة أسامة نبيه وفريرة هيمشوا وشدد أسامة نبيه لن يكون المدير الفني القادم للزمالك هناك جهاز فني جديد هيبقى متواجد بدلا منهم وأتم المدير الفني القادم للزمالك هيبقى يا إما روماني يا إيطالي يا ألماني محمد بركات لقطة أحمد عبد المقصود اللي الناس بتنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت لقطة في بداية الماتش مش في الدقيقة 85 وأضاف أحمد عبد المقصود مدرب محترم والناس عايزة تستغل أي حاجة عشان تطلعها ترند واختتم المخرج عاد اللقطة فقط في الدقيقة 85 وواخد كادر معين لكن الناس عايزة أي حاجة تطلعها ترند أحمد عبد المقصود مدرب محترم وفي خدمة نادي الزمالك دايما محمد بركات الفرق بين باتشيكو وفيريرا باتشيكو يتدخل سريعا وجيد في قراءة المباراة وأضاف أكبر دليل على ذلك تغيير أحمد فتحي بعد حصوله على البطاقة الصفراء في ظل المباراة الخاصة بين أحمد فتحي ومصطفى شلبي ولذلك تم الدفع بأحمد توفيق واتخذ باتشيكو القرار بشكل سريع محمد بركات عن جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك قال بيتأخر في التدخلات وتغييراته بتكون متأخرة ودكة الزمالك تقيلة واختتم ناصر منسي وأحمد بالحاج كان من المفترض أن يتم الدفع بهم أسرع من ذلك محمد بركات سيف الجزيري لازم يساعد نفسه آخر 14 ماتش في الدوري مسجل في مباراة واحدة بس وأضاف لازم سيف الجزيري يرجع لمستواه والجزيري قبل ما يروح كاس العالم حاجة وبعد ما رجع حاجة تانية وواصل تراجع مستوى الجزيري نعرف سببه ولازم تركيزه يرجع تاني بعد تراجع مستوى الجزيري ايه المانع لما تدي الفرصة لناصر منسي ممكن تحمي سيف الجزيري عشان في ضغوط عليه سواء من المسؤولين في الزمالك او الجمهور ممكن تريحه او ترفع الضغط عنه محمد بركات رسالتي لفيريرا لو خلقت مهاجمات اكتر هتسجل لكن الزمالك مش بيخلق فرص كتير واضاف ثقة اللاعبين في نفسها بالنسبة للزمالك مش زي الموسم اللي فات اللاعيبة كانت طمع في الموسم اللي فات وفي ثقة أكبر عكس الموسم ده وصل الزمالك سد تسديدة واحدة فقط على المرمى وصنع 3 فرص فقط واختتم الزمالك يواجه مشكلة في صناعة الفرص وليس في الإنهاء فقط بس كده هي دي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة ومتشكرين جدا على دعمكم سلام